كاينين بزاف بحال هادو وكتلقاو بنفس الثمن، زعما الكريم رخيص والله. ريزيدونس الناس الخاص، والله الا ريزيدونس الناس الخاص ديال بصح شي حاجه اللي زعما غاليه. الكريم رخيص بزاف، 1500 درهم لا غلا على مسكين للشهر ماشي للنهار، راه كنقولوا 1500 درهم للشهر ماشي للنهار. انا زعما شفت هذا البلان والله الا عجبني واعر بزاف، قلت غنبارطاجيه معكم وغدا ان شاء الله نبارطاجي معكم لي ستوري. نمشيو ندخلو، يلا دابا نمشيو ندخلو باش نوريكم. لا بفؤاد بفؤاد ما شاء خويا كلشي مزيان اوكي. بقاو معايا ما تزربيوش، بقاو معايا غادي بان لكم شويه ديال الظلمه ولكن وايلي سير اخا فؤاد سير. شوفوا معايا بلاتي دابا وجدوا لي سكول مفاجاه واحده اخرى. شوفوا معايا الدنيا، شوفوا معايا عباد الله. 1500 درهم فين ساكنين الناس؟ شوفوا معايا لابيسين، شوفوا دلتا ديلوكس، شوفوا العماره شتوها 1500 درهم للشهر بارتما هنايا. تخيل معايا شوفوا الباركينغ كي داير، والله الا بزاف حاجه تصدمت اخوتي بحالي بحالكم. شوفوا هانتوما الناس هنا كياكلوا فرحانين بيس، هانتوما شو هانتوما اجي ندخلكم من هذا الباب ادخلوا من هذا الباب، انا ندخلكم كاملين. شحال من واحد كاين هنا؟ 1700 واحد، زيدوا كاملين ندخلوا من هذا الباب. وقفوا ما تجلسوش، اللي ناعس يوقف يحسب راسه راه واقف يحسب راسه راه كيدخل. هانتوما سمعوا الصوت ديال الماء، عرفتي غير هاد الصوت لا جيتي جلستي حداه وكتسمعوا هاد الالوان كيتبدلوا والراحه النفسيه، وحق الله الى الراحه النفسيه. هانتوما هنايا غازون عشب اصطناعي والماء والالعاب لهيها. نعم مرحبا اجي باني واحد المغربيه كتخرج فينا. مرحبا صافي كلشي مزيان، بون كونتينياسيون ربي يخليك الله ينورك صافي بليزير. السلام عليكم خويا كلشي مزيان لاباس عليك؟ امورك عاليه بخير؟ سلام صافي وي باقي مقاتلين معاهم الله يحفظك ربي يخليك صافي بليزير الله ينورك. الله ينورك شكرا بزاف واش مبروك الله يحفظك يا الله. شتي كاين مغاربه بزاف هنايا صراحه ساكنين. انتم نوريكم سميتو، شوفوا البلاصه فين كيديروا السبور، شتو بلاصه الالعاب، هانتوما الحياه السعيده. ها هي العماره الاولى، العماره الثانيه والعماره الثالثه، شتوها شتو الحياه السعيده اخوتي ب 1500 درهم. شتي راه غير اللي ما بغاش يخرج، غير اللي ما بغاش يسافر. هادشي اللي كنت كنقول لكم داك النهار، كنت كنقول لكم بلي انا واحد البادجي ترافلر، واحد المسافر اللي كيوريك كيفاش تسافر باقل تكلفه وتلقى احسن حاجه باقل ثمن. هادشي اللي كنقول لكم ديما، انا ماشي كنبغي نبارطاجي معكم داكشي ديلوكس، كنبغي نبارطاجي كيفاش تعيش السعاده وتلقى شي حاجه اللي واعره بواحد الثمن اللي رخيص. وهذه من بين الحوايج اللي لقيناهم بحال هادشي في المغرب مثلا ولا في اي دوله اخرى، شحال باش غتلقاه؟ والله الا لقيتي هاد بحال هادي راه غتكريها بواحد 6000 7000 درهم باش غتكريها، راه 4000 5000 درهم وما واصلينش بحال هكا. وهذه 1500 درهم عباد الله، شوف كي دايره. انا هذه راه تستحق ندير عليها فلوق واخا ما يخلصوني حتى حاجه، ما من عندي ندير لهم فيديو، انا غير نفيد بنادم نفيد الشعب بانه راه كاينه بحال هذه تقدر تجي تكريها ب 1500 درهم. ما تخافش زعم وجي لتركيا مرحبا. شوفوا معايا ندوزكم لديك الجهه، نمشيو لديك الجهه، اجيو معايا نمشيو لديك الجهة. اجيو معايا لديك الجهة نمشيو فوالا. المهم الناس اللي دخلوا جداد في اللايف وما فاهمينش علاش كندوي، خاصكم تفرجوا في اللايف من الاول.
شوفوا اشنو علاش كنت كندوي حيت ما يمكنش نبقى نعاود كل مره شنو قلت حيت الناس اللي تبعونا من الاول اللايف غيجيو الملل اللي بقيت كنعاود نفس الهضره دونك ملي نسالي اللايف غادي نخليهم بارطاجي في الانستغرام وانتم دخلوا عاودوا تفرجوا فيه شنو البلان انتوما مرحبا بكم شنو البلان زوين لا غلا على مسكين 1500 درهم للشهر واش يعيش الحياة اخويا بيس اخويا والله والله الا هادشي في شكال اخوتي والله عالم عطينا تشوفوا دابا غادي يخرج لك هذا واحد اللي كاين هو بيس اخويا لا صار الجيم فين تريني الحديد لا بغيتي تريني بيسين انجوما دلتا شتو هنا كاتبين دلتا هولدين مي هو سميتو دلتا ديلوكس اوكي هنا كاتبين ديك دلتا هولدين فوالا هادشي اللي كاين افامي نتمنى اللايف يعجبكم نتمنى نكون فدتكم بشي كاين واحد الجام حدا اللي واعر بزاف انا نصور لكم تشوفوه راه هو شتو جامع واعر فوالا هادشي اللي كاين سو نتمنى نكون اللايف يكون فادكم وعجبكم واستفدتوا معنا شويه وشفتوا شي حويجات اللي عجبوكم وخديتوا واحد النظره على الكرا او الكري في اسطنبول كي دايره ولا في تركيا بصفه عامه حتى في بورصه الكري رخيص نفس الثمن 1500 1700 بحال هكا كتكري بارتمان اللي واعره بزاف دونك نتمنى يعجبكم اللايف نتمنى تكونوا استفدتوا منه شي حاجه اللي غتعجبكم ان شاء الله وخديتوا نظره على المعيشه شويه في تركيا كي دايره تهلاو فلوسكم اللايف غادي نخليه لكم في البروفيل ما غاديش نمسحو باش الناس اللي زعما بغاو يعاودوا يتفرجوا فيه او للناس اللي تفرجوا فيه بغاو يوريوه لصحابهم يقول اي بارت نتوما زعما بغيتوا توريوا لصحابكم الكري في تركيا شحال دايره ولا بحال توريوهم بحال هذا الدار ولا هذا الريزيدونس هذا كي داير والثمن ديالو بارطاجيوه وريوه لصحابكم انا نخليه في البروفيل هادشي اللي كاين باش لكم بروكا سحور مبارك الحاج هو جا الحاج اجل الحاج جاي الحاج ها هو الشديد جا اجل الحاج بارطاجيت معاهم الريزيدونس كامل كل شيء المهم انت قلت لي انا وريتهم باش الى جا شي مغربي المغرب والسفراء الامازيغ في اسطنبول مرحبا بالجميع الله ينورك شكرا بزاف الحاج الله يودي مرحبا الله يخليك عز هادشي اللي كاين الخوت الله يفرجكم راكم تما باي